السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: استمرار القمع الحكومي لثوار تشرين ودعوات لهبة عراقية شاملة للخلاص. مشاهدينا الكرام، قبل دخولي في تفاصيل هذه الحلقة، نود التنويه أن تردد قناة الرافدين الجديد هو 10727 على مدار القمر نايل سات. يرجى من حضراتكم من الآن مشاهدينا الكرام ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. مصر الآن تهتز بحناجر وبصوت واحد: عتاب تارك يا شهيد، للخصاص من قتلة الشهداء. هاي على متظاهرين البلد. مات الولد. هاي العيداني. محافظ بصرة. فاشد فاشد أخينا. أهلا بكم من جديد. شهد الأسبوع الماضي من ثورة تشرين أحداثا دامية أدت إلى حدوث انتهاكات ضد المتظاهرين في مختلف المحافظات العراقية، حيث اعتدت قوات الأمن الحكومية والميليشيات المساندة لها على المتظاهرين في ساحات التظاهر في بغداد والبصرة، حيث أقدمت القوات الحكومية وميليشياتها على حرق وإزالة خيام المعتصمين في ساحة التحرير في بغداد، وكذلك جرت عمليات حرق للخيام واعتقال واعتداءات على المتظاهرين في البصرة، لتؤكد الأحداث الأخيرة زيف ادعاءات حكومة مصطفى الكاظمي التي قالت على لسان المتحدث باسم رئيس الوزراء إن الكاظمي لم يعطي أوامر باستخدام السلاح ضد المتظاهرين، وما حدث في البصرة تجاوز على أوامر رئيس الوزراء. وبغض النظر عن ما قاله المتحدث باسم الكاظمي، هل فعلا أعطى هذه الأوامر؟ وإذا كان قد أعطاها، لماذا تستمر هذه الانتهاكات إذن؟ أيضا ضمن التساؤلات المشاهدين الكرام التي بإمكانكم أن تجيبوا عليها: إلى متى يستمر القمع الحكومي والميليشياوي للعراقيين المتظاهرين ضد الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال؟ طبعا بإمكان حضراتكم أن تشاركوا للإجابة على تساؤلاتنا من خلال الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية، وستكون مفتوحة في هذه الحلقة لاستقبال الاتصالات كذلك من المشاركين الكرام. طبعا دعونا نتابع بعض المقاطع مشاهدينا الكرام خلال الأسبوع الماضي من اليوم والأيام التي مضت عن أبرز الأحداث التي جرت في المحافظات العراقية في بغداد وكذلك في البصرة. بداية، طوقت حشود كبيرة من متظاهري محافظة البصرة مبنى مجلس المحافظة في لحظة وجود مصطفى الكاظمي فيه، وذلك لترديد هتافات طالبوا مصطفى الكاظمي فيها بالاستقالة وإنهاء حكومته بعد اتهامه بالتخادم مع الأحزاب وعدم إنجاز ما تعهد به. فلنشاهد. مشاهدينا، نبدأ باستقبال اتصالات حضراتكم للمشاركة في برنامجنا لهذا الأسبوع وللإجابة على التساؤلات. من ضمن هذه التساؤلات: إلى متى يستمر العنف المستخدم ضد العراقيين المتظاهرين بشكل أخص من قبل
القوات الحكومية وميليشياتها وبإعازات حكومية، وكذلك بالنسبة للأوامر أو حديث المتحدث باسم رئيس الوزراء عن الأوامر التي أعطاها الكاظمي بإيقاف العنف المستخدم ضد المتظاهرين وعدم استخدام الرصاص الحي. لماذا تم استخدام الرصاص الحي في البصرة وفي بغداد؟ وهل هذه الأوامر صدرت فعلا أم أنها مجرد تصريحات إعلامية؟ إذا كانت صدرت فعلا، لماذا لا يوجد تنفيذ وتطبيق لهذه الأوامر على أرض الواقع؟ معنا السيد أبو عبد الله من بغداد، تفضل يا أبو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وحيا هاي القناة الشريفة البطلة. حياك الله، أهلا وسهلا. الذي تنقل هموم العراقيين والشعب العراقي. حياك، نعم. ونحن عتبنا على العرب الذي عافوا العراق في دوامة لا يحمل عقباها ولا يعلم بها إلا الله. نعم. ونعتب على العرب النوب ونعتب على العرب والعرب الخليج بالأخص. لماذا عافوا العراق بوحده؟ نعم. ولا ينادون للعراق الله أكبر على العرب، قوموا إلى العراق. نعم. وهبوا إلى العراق وانقذوا العراق يا عرب. نعم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم وبياكم. وعليكم السلام ورحمة الله، شكرا جزيلا السيد أبو عبد الله من بغداد. السيد أبو زكريا من كركوك، تفضل يا أبو زكريا. أستاذ محمد، الله يحفظك، يحفظ قناتك إن شاء الله. الله يبارك فيك ويحفظ شباب العراق. نعم، حياك الله. أستاذ محمد، لا الكاظمي ولا غيره ولا عبد المهدي، هم كلهم ضد المتظاهرين، يقتلون بالمتظاهرين. نعم. 30,000 شهيد من المتظاهرين وفوق 30,000 جريح. يا وين مصطفى الكاظمي؟ وين يعني قتلوا زجاجير وغير مكفر. نعم. قتلوا شباب العراق بصراحة حكيمة. من التحقيقات، تحقيقات تابعة الولايات الفقيد، الولايات الفقيد هو يقول اقتلوا العراقيين المتظاهرين، لا تخلوهم متظاهرين، يعني الشوفرات بتاعت التحرير يشيلون الخيم. وين صاير هذا؟ وين هذا كاظمي ايراني الصح العظيم بالقران العظيم؟ احنا ما عندنا حكومه. نعم. حكومتنا هو خامنئي وغير خامنئي وحكم امبارح. الله يحفظ شباب العراق، الله يحفظ شهداء العراق، الله يحفظ الله يجزي شباب العراق الجرحى. انا اشكرك يا ابو زكريا من كركوك، شكرا جزيلا للمشاركه. ويانا حسن من الكوت، تفضل يا حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله. ان هذه القوه الفاسده التي اقترفت الدماء البريئه تم اطلاق السفر لحد الان. نعم. طاعنين بدون ذنب، بدون ذنب، الله بعت الفرق بدون ذنب. كونها قوة ظلامية، كل عناصرها في الجيش الفاسد وكل عناصره التي اختابوا جماعه ليه بحق الأبرياء، ليس لي بعد التحرير، ولكن كل المنظمات العراق أخوي اختلفت ولقت بالدماء وبالسجون والمعتقلات بدون إذن أي سبب ولا محاكمات، بدون أي سبب ومحاكمات من طرف هذه الميليشيات المتصلة وقادتها ومولها. الله بدعك الكاعد يا بس، ومن الجيش الفاسد هذا، الجيش اللي يدمر العراق مو يحملوه، الله بدعك الكاعد اللي يدمر العراق، الله بدعك. وكل أخصار كبار قادتي العسكريين هم أكثرهم فاسدين مجرمين لعبتهم عند الشعب اللي قد العراقيين وقد الشعبيين والمراسلين في العراق في مجرمين. طيب سيد حسن، مصطفى الكاظمي يقول أنا اعطيت أوامر إلى القوات الحكومية، القوات الأمنية، بأنه ما يطلقون الرصاص على المتظاهرين وما يستخدمون العنف ضد المتظاهرين. اللي ده نشوفه ببغداد واللي ده نشوفه في البصرة وغيرها من المحافظات العكس، ده نشوف اعتداءات، ده نشوف إطلاق رصاص حي، ده نشوف انتهاكات، حرق خيام،
اعتقالات تصير ضد المتظاهرين. طيب هاي التعليمات أو هاي الأوامر ليش ما حد يطبقها من القيادات الأمنية من القوات الحكومية؟ ليش دا يتجاهلون؟ إذا نقول أنه مصطفى الكاظمي على سبيل المثال صادق فيما قال، ليش دا يتجاهلون هذه الأوامر؟ وإذا كانوا دا يتجاهلون شلون حيقدر يدير البلد وهو ما دا يقدر يسيطر على قوات الأمنية؟ يدير البلد أكثر هذه القوات هي الله بدأ من الشاطئية، مو يعني خاصة قوة أمنية خاصة للبلد. نعم. وللحكومة الحالية كنا أكثر من الشاوية من الشاويات انخرطت عن الشاشة وانزلقت عن الشاشة وأصبح لازم ولا تغني ولا غيره عن أن يمنح هذه القوة داعم قيام بغداد والمحافظات الأخرى الحج الشعبي الله تحت الكفاين هو أكثر قادسي وأكثر حناصريهم مجددين هم قتلة هم مجرمين. أنا أشكرك يا سيد حسن من الكوت، وصلت الفكرة، شكرا جزيلا. ويانا السيد أبو علي من واسط، تفضل يا أبو علي. السلام عليكم سيد محمد. وعليكم السلام. مساء الخير للعراق وجمهورك الكريم. مساء النور، أهلا وسهلا، حياك سيد محمد. خلينا نكون واقعيين. نعم. شوية. نعم. الكاظمي مجرد رجل استلم سلطة. طيب. ما يقدر يحرك فصيل من قوات الجيش أو الشرطة. لا شنو القائد العام للقوات المسلحة؟ شنو هالتوصيف؟ هذا اسم أستاذ محمد، وهذا من ضمن المراكز. يعني من يجي كاتبينه هم مثلا على سبيل المثال برنامجه يعني حشاك أنت طبعا، بس إحنا الأمثال تضرب ولا تقال. نعم. إعداد وتقديم السيد محمد. نعم. بس مثلا المنتج عند البرنامج، أكو واحد ثاني عند البرنامج. نعم. لذلك هذا الشيء موجود. رئيس مجلس الوزراء قائد عام قوات مسلحة. نعم. لكنه يقدر يحرك فصيل. شلون قائد عام القوات مسلحة ويسمع انه ناس تجور الحشد؟ يعني نعم. زين شلون عندي رئيس اركان الجيش وعند رئيس اركان الحشد؟ نعم. يعني بيا صفه الحشد شنو صفه اللواء اللي طول الحشد؟ هذا اللواء رقم كذا فرقم كذا، شلون طام؟ مو اكو تسلسل عسكري؟ نعم. فرجل هو ما يقدر، انا مو دفاعا عن كان اقول ما يقدر، لا لا. نعم. انا كل رئيس وزراء يجي للعراق ما يقدر الميليشيات، وخاصه من بعد المالكي. رجل المالكي أسس الميليشيات، إجا بعدي خلاها بصورة مشروعة، هم يقولون هم سحب السلاح. نعم. بيد الدولة. هو صحيح يعني الحشد الشيعي الموجود هو من ضمن إدارة الدولة حسب القانون اللي هم نصوه. طيب سؤال سريع يا سيد أبو علي حتى نستثمر الوقت ويا حضرتك ونستقبل اتصالات أخرى. الكاظمي دا يسعى الآن لتشكيل كتلة سياسية جديدة للترشح للانتخابات المقبلة، للانتخابات المبكرة المقبلة. طيب هو خلال هاي الفترة ايش قدم للعراقيين حتى يقدم بعدين للعراقيين بالانتخابات اللي حتيجي؟ سيد محمد، السلطة كل واحد يحبها. فلذلك بعد مقتل الحشاكم القدر قاسم سليماني. نعم. الأحزاب الشيعية مدلة اتفق بعد، إن هو كان ذاك يأمرهم. الآن ماكو بديل قاسم سليماني، هم متشتتين. اما هو من شكل كتله تقول ايش قدم، يعني هو لا قدم ولا راح يقدم. نعم. هو هسه من اجى رجل رضا امريكي قليل ورضا ايراني قليل وجاي يشتغل عليه. هو يريد حتى لو تشوف شغله، هو مو شغل حكومه جاي تعد انتخابات. نعم. لا يعقد صفقات ويروح يبرم اتفاقيات وزاره دول، هذا مو مال يوم يومين، هذا مال. نعم. 4 سنوات قادمه. يعني أنت أمل بخير؟ لا، ما أعتقد الشعب يتأمل بخير، لأن كل الوعود اللي قطعها على نفسه. نعم. ما عفوا ولا واحد، وحتى الآن الزواجية كفاتن ما قدر عليها لأن الأحزاب ما تقبل. طيب. يعني رجل ما عنده سلطة، السلطة مين بالسلاح اليوم بالعراق. أنا أشكرك يا سيد أبو علي من واسط، شكرا للمشاركة. ويانا سيف من النجف، تفضل يا سيف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك أستاذ عمر، شلون راحتك؟ الله يسلمك. محمد وياك، حياك الله. محمد العفو ابو جاسم، الله يسلمك، حياك. يا اخي احنا حكومتنا ادتنا هوايه وعذبتنا كلش هوايه. نعم. اولا هسه احنا نريد نقول، انا هسه عندي مستوى بي مثلا 5 اطفال 6 اطفال 10. نعم. فاقبل واحد يتصرف بي غيري؟ طيب. وهذا كان الحكومه اللي تتصرف، مو هي يعني بس اسمها حكومه، اللي يصرف ايران ويصرف امريكا.
نعم. واحنا رايحين بالرجلين. طيب ما وصلت للعراقيين فكرة انه ماكو خلاص بالنسبة لهم الا يتخلصون من احزاب وحكومات المنطقة الخضراء؟ شو يسوون يعني العراقيين؟ يسوون ثورة؟ شو يسوون؟ لا شو يسوون؟ الا انقلاب حكومة يعني. لا شو يسوي يا سيد ابو سيد سيف؟ اذا ما يسوون ثورة شو يسوون؟ ادري هسه الثورات تشوفهم قصرين، احنا تطلع مظاهرات ونصيح ونكت النص من عندنا ونرد نقعد. طيب انت برأي حضرتك يا سيد سيف، برأيك يا سيد سيف الثورة تكتمل بهاي الصورة لو تحتاج بعد؟ يعني الثورة الحالية الموجودة بالعراق ثورة تشرين كاملة لو بيها نقوصات، لو تحتاج الى والله دعم؟ والله هي هالشيء كاملة كاملة، بس ينقصها انسان انسان يعني ذيك المرة سيد الصدر مو طبل للبرلمان طبل اي السوى من طبل البرلمان السوى وبعدين انسحب. اي ليش انسحب؟ انا ادري خاف غير. طيب يعني العراقيين رايدين واحد جبان يخاف يطب شويه وينسحب؟ لا والله يردون الانسان هسه احنا والله انا صدام حسين كاتل من عندي 3 أزلام. نعم والله وبالله 3 أزلام كاتل من عندي صدام، بس هسه انا اسف انا اقول والله صدام عمي مرتاحين من الجاذبه كنا. طيب ليش خلوا العراقيين يترحمون عن النظام السابق يا سيد سيف؟ ليش خلوا العراقيين بدل ما يقولون انه احنا انتقلنا الى وضع احسن والحمد لله حيشتونا بحياه وطلعتونا من الدكتاتوريه، ليش دي يترحمون الان عن النظام السابق؟ ليش وصلوا العراقيين لهذا المستوى؟ هاي استاذ بالاول يعني فرحنا وكيفنا وراح صدنا. طيب وراح يجينا كل الخير، بس بعدين كتبنا اليوم مذولة جايين بحكم اسلامي، مو يقولون احنا اسلاميين احزاب اسلاميه دينيه. احنا هم بالبدايه هوسنا على صدام، ماكو ولي الا علي والقائد جعفري، فشد جعفري هو اللي عطينا لعب. يعني هسه الاحزاب الجعفريه الامير المؤمنين هي قامت يعني شتشر فوق والفقير شحدته بالرجليه وظلين احنا ممتحنينها، ما نعرف شو نسوي يعني ما عندنا غير الله. اذا هل صحيح نقول عليها احزاب دينيه؟ هل الاحزاب الدينيه او الاسلام ولا يعرفون الدين نهائيا؟ نعم لو يعرف الدين تاكسر خاطر الانسان الفقير اللي ما عنده. نعم يطلع الصبح للعمل ما يحصل عمل. نعم. يمشي شي ماكو، يجي لفروخ العصر ينحرونه كل شي ماكو، يده فارغه. نعم يعني هذا شنو ذنبه؟ شي شنو يعني؟ طيب سيد حضرتك هسه تتكلم كلام جميل، ذولا هل يمكن انه يبقون بالعراق بعد اكثر من هيك؟ والله نترجى بس الله الانتخابات يصير فيها شويه تغيرات. طيب شلون حتصير؟ طيب انا اريد اسال حضرتك سؤال العفو، شلون حتصير تغيرات وهم بعدهم موجودين؟ هم عندهم السلاح وعندهم الميليشيات اللي يقدرون يزورون الانتخابات، شلون حتصير انتخابات بجو نظيف بجو صحيح وهم موجودين؟ والله هاي الحكايه الامانه الشايم هذا الرئيس هسه اللي حطيته رئيس الوزراء هو الكاظمي ما يسمه. اي حتى كلامه لحد الان ما سمعنا منه كلام صحيح. طيب اي والله. طيب انا اشكرك لا يسمعني هو. اشكرك يا سيد سيف، احنا نقول بلكي يسمع، ومن الغريب انه ما يسمع لانه كل القنوات الصحف العراقيين، خلينا عفنا من القنوات والصحف، العراقيين على وسائل التواصل الاجتماعي في فيسبوك وتويتر، وهو عنده حسابات هناك ويغرد، موجودين ودي يعلقون ودي ينشرون المقاطع اللي دا تثبت القمع الحكومي، الاعتداءات المستمرة، الانتهاكات اللي يتعرض لها العراقيين، ومع هذا هو دا يسمع ودا يشوف بس ما دا يتحرك. أنا أشكر سيد سيف من النجف ويانا السيدة أم علي من بغداد، تفضلي. مستار أهلا وسهلا. الله يخليك، إحنا أشكر قناتكم الشريفة بعد عمري. الله يسلمك حياك الله. الله يخليك مستار. نعم. إحنا من إجا مصطفى الكاظمي لحد الآن ما شفنا منه شيء. نعم. ما شفنا من انتخبه ومن انتخاب من انتخبه، لأن الشعب أهل الشعب كله دا يعاني لحد هاي الساعة ما شايفين منا طلب. ولدنا بالتظاهرات رخص. ما نبغى طلب. أنا عندي تجهيز. نعم.
اي استاذ انا عندي سجين في الشعبة الخامسة. نعم. خلي يزور المعاناة بالسجن. يلا ذاك الوقت يكون انا مصطفى الكرومي يعني وجه لنا كلام وجه لنا نداء. ماكو انتخابات اذا ما ينصحوا عام. كلها ابرياء في السجون استاذ. ابرياء يتاجرون بالسجناء. طيب. استاذ يتاجرون بالسجناء. تعرف شنو؟ استاذ. نعم. يعني دا يسمعنا دا يحس صوت مصطفى الكاظمي. نعم. سيد أم علي الله يكون بعونكم ونشكرك للمشاركة من بغداد. مثل ما قلنا قبل شوية نتمنى يكون أكو تحرك من ذوي الضمير للمعاناة العراقيين. بس أكو نقطة نسألها للمشاهدين الكرام وتكلمت بها السيدة أم علي، تقول ماكو انتخابات إلا بإعطاء بإقرار قانون العفو العام. طيب وإذا أطلعوا عفو عام وإذا طلعوا المعتقلين انحلت أزمة العراق، انحلت أزمة الاقتصاد، انحلت أزمة النظام الصحي المنهار، انحلت أزمة الخدمات المنهارة، انعدام الكهرباء، المياه الصالح للشرب، انعدمت، توفر الأمن، توفر النظام الأمني، انتهى العراق من السلاح المنتشر هنا وهناك والميليشيات. يعني ليش النظرة دائما على قضية تخص الشخص أو تخص عائلة معينة وتهمل القضية العامة؟ يعني هل بالنسبة للعراقيين أو لبعض العراقيين الحياة حتكون حياة جميلة وردية إذا توفرت له الوظيفة أو إجت الكهرباء للبيت أو حصل ابنه على إفراج عفو عام والبقية الخدمات وبقية المطالب العراقية غير متوفرة؟ هل بهذا الأمر ستنتهي مشاكل العراقيين بشكل عام ويكون العراق بلد آمن صالح للعيش فيه؟ طبعا العراق بالحديث طبعا عن الوضع الأمني، العراق تذيل بعد سوريا وأفغانستان آخر الترتيب كأسوأ بلد آمن وسالم ضمن مؤشر المجتمعات وفقا لمركز السلم والاقتصاد الدولي في تصنيفه الذي نشره لعام 2020. المؤشر يعد مرجع مهم للدول والمنظمات الدولية والباحثين في مجال السلم والتنمية الاقتصادية وشمل الإصدار 14 163 دولة حول العالم ويقدم تحليلا لمستوى السلم والاقتصاد للدول من خلال البحث في 23 معيارا من أهمها مستوى السلم والأمان وعمل رجال الأمن والجرائم المرتكبة والعنيفة والاضطرابات والصراعات وغيرها من البيانات. العراق كان متذيل الترتيب. هذا ما أوصل إليه أو أوصلت إليه حكومات ما بعد الاحتلال العراق بعد 17 سنة من حكمهم. ويانا السيد زيد من بغداد، تفضل يا زيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله، أهلا وسهلا. أنا أختلف وياك، العراق كله أول لعبة. إيش بي العراق؟ ما العراق أول يعني ما يوم شفته بال الأول بشنو؟ نحو الأسود يعني مو نحو الأسود بالأول. نحو الأسود؟ أستاذ هي نحو الأسود بالأول. نعم والله أستاذ محمد كنت وندم السلام إدارة شولا ولا تقوم لك لا والله أبدا. أنا من المعيس من العراق. نعم. ما طول طول وناس تجر عرب ناس تدور معي وناس يريد تقليل ناس انتخابات. نعم. يا أستاذ انتخابات أمريكا 40 ولاية وفضوها بثلثين يا أستاذ. شو هي شو إنه محافظتين وظل 5 أشهر يلا أعلن الانتخابات. صحيح صحيح يا أستاذ محمد. لو خلاص صحيح والله العرب إذا ما تب إذا ما قبل بغير العراق ما تصير صورة حل. نعم. ليك تقولك قسم العراقيين ما طلعوا مظاهرات. لا طلعنا مظاهرات ودمرت محافظاتنا وانتهت. نعم. تهمنا ودخلوا يعني علينا ومعناها خلص نقعد بالبيوت بعد ها هي؟ لا ما نقعد أنا بس أكود آخذك يعني من منافذ تدري يوم المظاهرة يوم جمعة في الحاسبة كريتن شاف والله أستاذ محمد يعني
يعني فتت من يومهم بالسيطرة بالسيارة مالتي. كان يقول لي تشم، قلت له والله انت ومرتك يعني بالعرف. كان يقول ها يعني اذا تستهزئ بي، قلت له لا ما تستهزئ بي، شفتني الشايل انا حتى تتهمني هذا الاتهام الباطل. لا مو انت، قلت له اشكرك ورحم الله والديك. يعني روح جزافا عن الناس يا استاذ محمد. انت لا تعتب عليك. سعيد زيد، انتو الله يكون بعونكم ويفك أسر معتقليكم الأبرياء ويعود مناطقكم إلى وضعها الآمن كما كان في السابق. لكن اللي دا يصير أنه العراق الآن مثل ما تفضلت حضرتك ما له حل. اللي دا يطالبون بمطالب فردية مثل خدمات ووظيفة، يريد كهرباء، وذاك يريد ابن المعتقل، وهذا يريد وظيفة. ذولا إذا حصلوا على اللي يريدوه باقي البلد شنو وضعه؟ اللي حيحصل على وظيفة ويشتغل بمؤسسة حكومية يما المرتشي ويما الفاسد ويما اللي جاي بواسطة، ذا هذا الشلون حيقدر يشتغل؟ ولا الكهرباء اللي اجتي وماكو مي؟ القصد من الكلام انه الخلاص كما يرى الكثير من العراقيين، الخلاص بإزاحة وإزالة هؤلاء من العملية السياسية ومن العراق بشكل عام. وبالتالي الموضوع نعم هناك تضحيات لازم تقدم حتى يكون اكو تحرير واكو حرية، ما يجي شيء ببلاش. استاذ محمد نعم. يعني يصير انا بيجي ومازل واضبط دفتر ما التهاب، يجب النماذج من الجذور. يا انتخابات يا مطالب، والله لو مو يحققون المطالب يبقى الحال على ما هو عليه. استاذ محمد نعم اهل العراق اذا ما يشتغلون ويذبون خارج الحدود الى مزابل التاريخ وبئس المصير جهنم. أنا أشكرك يا سيد زيد من بغداد، شكرا جزيلا للمشاركة. طبعا عندنا مقطع نشوفه ويا حضراتكم من مدينة محافظة النجف، تظاهرات في ساحة الصدرين من قبل ثوار تشرين، وذلك من أجل إسقاط نظام المحاصصة الطائفية واحتجاجا على عمليات القمع الحكومي والميليشياوي، فلنشاهد. طيب هسا نتابع ويا حضراتكم مشاهدينا الكرام من ذي قار، نتابع اغلاق معتصمي ذي قار مبنى المحافظة من جديد احتجاجا على استمرار الفساد الحكومي وعدم اطلاق سراح الناشطين المخطوفين. خلينا نشوف. مشاهدينا معنا السيد حسين من البصرة، تفضل يا حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. هذا محمد، هاي هذا الشعب يشوف هذه الصيحة هذه. هذا الشعب يصايح، هذا يريد ابنه يطلع من السجين، وهذا يريد ما ادري يريد له وظيفه. هذا شعب ما تري وراه خير ولا يصفط هاي العصابات. هذا الشعب يركض ورا المصلحه، يعطونه شيء سطحين قام يهوش الحكومه، يعطونه ما ادري شو يعطونه قام يهوش. هو لو شعب بيحظ ويقوم بالسلاح عليهم من على والديهم يصفطهم. طيب ليش سلاح؟ ليش سلاح؟ ليش سلاح؟ ليش مو بشكل سلمي؟ ليش سلاح؟ استاذ ذاك هم بشكل سلمي، هم شوف الاحزاب قاعد يقصبون بهم بالبصره وكل المحافظات. وكتله زلمها وظلت نايمه، وهسه المظاهرات انباعت وراحت وتفلشت وانتهت. لا بعدها ما منتهيه، بعدها ما منتهيه ان شاء الله. بس انا اريد اسال، انت عندك بالبصره الحدث دي الظاهرون
برايك شنو اللي يخلي العراقيين اللي قاعدين الشريحه من العراقيين اللي حضرتك هسه تكلمت عليهم شنو اللي يخليهم يطلعون عاد من بيوتهم ويشاركون ويا بقيه العراقيين؟ شنو اللي يدفعهم؟ سيد حسين موجود؟ فقدنا الاتصال ويا سيد حسين. السؤال قائم، شنو اللي حيخلي العراقيين او الشريحه من العراقيين او البعض من العراقيين اللي قاعدين ببيوتهم ليطالبون ببعض المطالب الفرديه، ذولا شنو اللي حيخليهم يشاركون ويا بقيه العراقيين في ثوره تشرين ويكون الهدف هو القضاء على هذا النظام واسقاطه وانهاء حكم الاحزاب الفاسده وحل البرلمان الفاسد؟ شنو اللي حيدفع العراقيين برايكم مشاهدينا الكرام؟ خلونا نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. جريمة لن أسكت عنها، ويجب أن يكون ودم الشهيد في عنقي وأنا ولي الدم. اعتبرنا العزاء حزانة. اريدها منك والله. اريدها منك تيدي. معيسة بقى بحياتك وشام اخوي ودم يمي ان شاء الله والقطرة سفر اللي بتكون. أغانيكم حزينة، يقولون أغانيكم حزينة، هو إحنا يا عم إيش بدنا؟ اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في حلقتنا لهذا الاسبوع من برنامج منبر الرافدين. اليوم الموضوع سنتكلم به عن استمرار الانتهاكات الحكوميه ضد العراقيين، وهناك دعوات من عراقيين لعراقيين للتحشيد للخلاص. يكفي مطالب فرديه، يكفي خروج لبعض الامور الجانبيه. العراق، العراقيون الان يريدون الوطن، طلعوا من 1/10 السنه اللي فاتت وهم يسعون الى وطن، فهناك دعوات للتحشيد لتحقيق هذا الهدف. ويانا السيد أبو شيماء من بغداد، تفضل يا أبو شيماء. أبو شيماء من بغداد موجود؟ أبو شيماء فقدنا الاتصال. أبو عباس من كربلاء، تفضل يا أبو عباس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. شلونك استاذ محمد؟ الله يسلمك، الحمد لله. نص صوت التلفزيون يا ابو عباس. ابو عباس. عفوا استاذ محمد، مرحبا. اهلا وسهلا، نص صوت التلفزيون، اسمعني بس من التليفون لو سمحت. اي تفضل تفضل. تفضل. الو استاذ محمد، من فضلك. اسمعك. قبل شوية سمعتك تحكي على المظاهرات، تقول يعني ليش ما يطلعون؟ احنا عتبنا عليكم، انتم اخواننا السنة. طيب. ليش ما يطلعون ويانا الافراد اذا تبدون تغيير النظام؟ يعني اذا بدين تغيير النظام. طيب. هو هم يسأل، يقول لك اني سنة كاملة صوتي انبح واني موجود في ساحات التظاهر بمحافظاتي، ليش ما حد طلع وياي؟ هو هم يسأل. من هو اللي يسأل؟
ابن المحافظة المنكوبة، ابن المحافظة اللي طبلها داعش وقصفتها الحكومة، يقول لك أنا سنة كاملة سلمي أطالب بمطالب جانبية، يعني حتى مو بس هاي المطالب، يعني دا أقول أريد معتقليني، أريد حرية، أريد ديمقراطية، أريد كم مطلب حلو. أنتوا ليش ما طلعتوا يانا؟ هو هم يسأل، من حقه يسأل هذا السؤال مثل ما حضرتك هسه دا تسأل. حضرتك دا تسأل يقول ذاك طلع عن شيء معين واحد، يعني مثل ما تقول طيب. شيء خصوصي أيه. خاص، بس المتظاهر هسه بالنسبة للوسط والجنوب داعون يعني بأشياء عامة للوطن كله طيب. أبو شيء صحيح. هدف واحد صحيح صحيح كلام سليم. أبو عباس حضرتك من المحافظات الجنوبية تمام؟ نعم ماكو وسط وجنوب ماكو معتقلين أبرياء من أهالي الوسط والجنوب بالسجون الحكومية والميليشياوية ما عندكم؟ هو يعني اللي طلعوا بالغربية أو بالمحافظات المنكوبة وطالبوا بالمعتقلين والمعتقلات الأبرياء كان دي يطالب بس للمنطقة مالته لو دي يطالب للعراقيين بشكل عام؟ احنا نعتبره طالب للمنطقه مالته بشكل خاص. طيب هو كلام مو دقيق، لانه اللي كان رافع شعار وقتها، احنا بس حتى لن نعود للسيناريو القديم، كلام حضرتك سليم ودعواتك منطقيه على العراقيين ان يتحدوا للخلاص من هاي الحكومات اذا كانوا يريدون وطن، صحيح؟ صحيح. طيب شلون برايك هذا الموضوع يتحقق يا سيد ابو عباس؟ يتحقق نهضة عراقيين جميعا مو واحد وواحد. نعم يعني انت ما اكو مثل عندنا يقول ايد وحده ما تصفق. يعني اذا اتحدنا احنا وسط وجنوب وغربيه وشماليه وكل احنا نتحد ضد تغيير النظام يلا يتغير النظام. نعم مو صفحه نعم. ملزومه وصفحه مهدومه ما يتغير صحيح. النظام صحيح صحيح. كلام سليم من السيد أبو عباس من كربلاء، أنا أشكرك للمشاركة، ونوضح بس حتى لا يكون أكو لبس على يعني بعض إخواننا المتصلين. أولا موضوع السنة والشيعة هذا رجاء نتجنبوه، لأنه هذا هالمصطلحات هي اللي طلعتها أحزاب السلطة والحكومات حتى تنشر الطائفية، كلها محافظات عراقية وكلها بها عراقيين، ومحافظات الوسط والجنوب يسكنوها سنة وعايشين بها، والعكس هم موجود بالمحافظات الشمالية والغربية بها شيعة. الموضوع يعني خلنا نبتعد عن هاي الأوصاف التوصيفات، لكن حتى نكون أيضا مثل ما دي يسألون أهالي المحافظات المنكوبة أنه ليش ما حد وقف ويانا، والسيد أبو عباس يقول ليش أهل الغربية ما دي يطلعون ويانا، حتى نقول سنة كاملة المحافظات المنكوبة جراء العمليات العسكرية اللي بيها ملايين النازحين بالمخيمات لغاية هاي اللحظة، اللي دي يعانون من الجوع والفقر ودي يعانون من الإهمال الحكومي ودي يعانون من بطش الميليشيات عليهم والقوات الحكومية طبعا، ومدنهم مدمرة، الجانب الأيمن مال الموصل اللي ما شايفه يروح يشوف ايش صاير به، أكثر من 90% دمار. اللي طلعوا سنة ذول الناس سلميين رفعوا العلم العراقي، اتهمتهم حكومة المالكي باتهامات طائفية، وحرضوا عليهم القوات الحكومية وارتكبوا مجازر وفتحوا عليهم الحدود حتى يطب لهم داعش ويصير اللي صار. سنة كاملة هم سلميين انعافوا وحدهم، من حقهم يعتبون، ومن حق هسه اللي دي يتظاهرون بوسط وجنوب العراق يعتبون، لكن خلي يعني يفضل انه الناس تنسى العتب وتبدأ صفحة جديدة. اللي يريد وطن واللي يريد يخلص من هؤلاء عليه ان يتحد، مثل ما قال السيد ابو عباس كلنا نوقف وقفة واحدة حتى نخلص بلدنا، هذا هو الحل. اذا نجي للعتب والزعل من هذا ومن ذاك القصة ما راح تنتهي، خلوا المواضيع على جنب، ويكون الاتحاد هي الدعوات طبعا اللي طالعة انه دعوة للتحشيد للاتحاد حتى يخلص العراقيون من هاي الاحزاب والحكومات. اكو جانب هم مهم نتكلم به اليوم، وهو تعويل بعض العراقيين على التدخل الدولي. برايكم مشاهدينا الكرام، هل التدخل الدولي ينفع العراق او يكون من مصلحة العراقيين، أم سيكون من مصلحة حكومات الاحتلال؟ التدخل الدولي برأيكم، التدخل الدولي مو الموجود حاليا، التدخل المستقبلي برأيكم هل سيكون لمصلحة الشعب أم لمصلحة حكومات الاحتلال؟ ويانا السيد محسن من الديوانية، تفضل. السيد محسن من الديوانية، محسن من الديوانية
فقدنا الاتصال ويا محسن من الديوانية. سيد حسين من البصرة، تفضل يا حسين. استاذ العزيز، انت تقول عن المظاهرات. اي المظاهرات اخذلوها الشيوخ العشائر. نعم، الشيوخ العشائر الأغلبية ويا هاي الأحزاب. نعم، وإذا حكيت لك كلام تنكتل بساعتها. مها. نعم والله، هسا قاعدين هم اللي يحرضون وهم اللي يحكون على المتظاهرين. نعم، وبس تحكي لك كلام والله ذبينا من العشيرة ودمه هدر وكذا. نعم، هذا الشعب ظال شابع دمغات، ولد ولدهم من كتلة والله. والله سلمية سلمية، عم تواجهوا وياهم بالسلاح على الأحزاب وأسقطهم وفي المشكلة. طيب أنا ما طالعني بعلم والله سلمية وكتن الشمري وكتن فلان والعيداني وشي السوالف هاي التعبانة. نعم طيب، اتواجهوا وياهم بالسلاح وانهي المشكلة بيومه. ماشي، أنا أشكرك يا سيد حسين من البصرة، وصلت فكرتك. السيد حسين يدعو لحمل السلاح. طبعا احنا نذكر مشاهدينا الكرام انه اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين خرجت ببيان رفضت فيه الأصوات المتعالية لحمل السلاح، وقالت بأنه هذا ليس من مصلحة الثورة ولا مصلحة العراقيين المتظاهرين. هذا الموضوع حيجر العراقيين إلى تصفية من قبل أحزاب السلطة والميليشيات وحكومات الاحتلال، وحيحظى هذا الموضوع بتأييد دولي للحكومات المتعاقبة، حكومة الكاظمي أو غيرها، حتى يصفون المتظاهرين تحت شعار خلايا نائمة، دواعش، إرهابيين، يعني يطلعوا لكم أي تهمة ويصفون المتظاهرين. ليس من مصلحة العراقيين كما قال البيان طبعا أنه يحملوا السلاح، لأنه سيكون هذا الموضوع بمصلحة الحكومة. لولا السلمية طبعا لما أحرجت حكومات الاحتلال ولما نظر العالم إلى القضية العراقية بعد غياب طويل. احنا نقول بس ايضا انه هناك ممثلة للامين العام للامم المتحدة في العراق، الجميع اعتقد العراقيين يعرفوها، جنين هينس بلاسخارت، هي موجودة في العراق تحاول ان تسوي نفسها تبين امام الرأي العام العراقي والعالمي انه هي واسطة خير بين العراقيين وبين الحكومة المتظاهرين. لنذكر جميعا أن جنين بلاسخارت هي بحد ذاتها متهمة أصلا بقتل العراقيين وارتكاب مجزرة بالأنبار في عام 2015 لما كانت وزيرة الدفاع الهولندية في وقتها، وقامت الطائرات الهولندية ضمن التحالف الدولي بقصف مناطق أودت بحياة عراقيين أكثر من 70 مواطن عراقي. هاي بحد ذاتها متهمة بقتل العراقيين، الآن هي تجلس مع زعماء الميليشيات تتكلم مع ناس يتهمهم العراقيون بأنهم ارتكبوا مجازر وانتهاكات ضدهم. فالسؤال، هل يعتمد العراقيون على جنين بلاسخارت أو على الأمم المتحدة أو على التدخل الدولي لإنقاذهم من بطش حكومات الاحتلال والميليشيات، أم عليهم أن يعتمدوا على أنفسهم في هذا الموضوع؟ منو يانا؟ أبو شيماء من بغداد، تفضل. الو، تفضل يا ابو شيماء، حياك الله. الله يسعدك ثاني. الله يسلمك، حياك. استاذ، هذا اللي يقول لك ارفع السلاح، اي هذا اللي يجيب الاذيه للعراقيين، يعني هاي مو مظاهرات، هذا من جيتنا ما بيت. يعني هذا تدري شنو؟ يعني هذا عراقي، هذا اللي يشيل السلاح، يعني عيب هذا مال السلاح، شنو سلاح يعني؟ تمام، كلام صحيح. طيب واللي ديشيل هسه واللي ديشيل هسه السلاح ضد العراقيين، هذا هم عراقي؟ من يشيل السلاح؟ ذول اللي موجودين الميليشيات والحكومه القوات الامنيه اللي بالبصره وبغداد ديشيلون السلاح، ذول هم عراقيين من يرفعون سلاح على ابناء بلدهم؟ الدفاع عن النفس. دفاع عن النفس، يعني هاي مننا صارت مو عراقيين ومننا دفاع عن النفس؟ شلون تفسرها؟ مثل ما تقول انت ذولا، مثل ما ذولا جماعه هاي المظاهرات بالغربيه. طيب، قالوا جاي لكم الروافض وثوار العشاير طلعوا طيب دواعش. طيب طيب، ذولا ويا مظاهرات يعني. ماشي ماشي، اوكي. ابو شيماء، طبعا انا اشكرك. الجماعه بالكنترول بلغوني وانا قلت اعطي فرصه للسيد ابو شيماء. ابو شيماء طبعا مشارك مستمر، هو من التيار الصدري تابع لمقتدى الصدر ومعروف اللغه، ما محتاجه تفسير.
اتهام واضح بالطائفية وبالدعشنة لأهالي المحافظات الغربية، وتهم هم ما لهم علاقة بها، على شايلين سلاح وجايكم يا الكذا وجايكم يا الكذا وطلعوا كلهم دواعش. هذا الخطاب المعروف. يقول من يشيلون سلاح المتظاهرين ذولا مو عراقيين، بس اللي دا يضربون المتظاهرين ذولا دفاع عن النفس. شلون تفسير؟ يعني باختصار شديد هذه هي العقلية اللي دا تسير عليها أحزاب وحكومات السلطة، والقاعدة الجماهيرية مالتهم دا توصلهم هاي الأفكار. مقتدى الصدر بثورة تشرين بالبداية قال أنا وياكم يا متظاهرين، بعدين طبب لهم القبعات الزرق، قاموا بالأسلحة البيضاء يعتدون على المتظاهرين، بعدين سيطروا على المطعم التركي، بعدين بدأ يغرد ضد المتظاهرين لما شاف أنه العراقيين دي يرفضوه، بدأ يهاجم ووقف ويا السلطة وصار الموضوع طبيعي. طلع على التلفزيون يقول سويت لهم جرة إذن معروف. ويانا السيد أبو فيصل من أربيل آخر المتصلين، تفضل حياك الله. أبو فيصل تفضل. أستاذ محمد الشوالي الله يسلمك حياك. أستاذ العزيز في الاتصال ما قبل الأخير من كربلاء أي تطرق على المنطقة الغربية وعدم تدخل وغيرها، مشاركة العراقيين نعم نعم أي. المظاهرات تقريبا طبت بعامها الثاني أي أي. فإحنا قلوبنا مع أبنائنا من وسط الجنوب نعم، ونشيل لهم كل الاحترام والتقدير نعم. بس إن مواقف قبلها يعني هم إذا إجوا وحرروا مناطقنا وأنطوا عز شيء عندهم هو الدماء والشهداء والتضحيات وإلى آخره، طيب هذا شيء إحنا نقدره ونقيمه. طيب نعم، احنا في وقتنا ما نسوي مساومه بيننا وبين اهلنا بالجنوب. هم من عندما كانت البصره والعماره مهدده من قبل ايران، كانت وقفه جاده من كل ابناء الغربيه والجنوب والوسط والشمال. ولحد الان احنا قلبا وقالبا مع ابناء الوسط والجنوب، واحنا نكون سند لهم. أنا سيد أبو فيصل أنا أشكرك، الوقت انتهى، شكرا جزيلا، رسالتك وصلت. ونرجع ونذكر أنه بداية ثورة تشرين كانت هناك قافلة، أول قافلة اجت من المحافظات المنكوبة، كانت من مدينة الفلوجة، قافلة إغاثية محملة بالبطانيات والغذاء إلى ساحة التحرير في بغداد في بداية ثورة تشرين. ورغم المأساة والمعاناة والتضييق على مدينة الفلوجة وعلى محافظة الأنبار وأهلها، إلا أنه دزوا هاي المساعدات الإغاثية للعراقيين المتظاهرين في ساحة التحرير. يقولون هم أنه احنا وياكم بأقل المساعدات والدعم. رسالة من أحد العراقيين يقول السلام عليكم، التدخل الدولي يضر بالعراق مستقبلا لأنهم كلهم يريدون حصصهم منا فيلجؤون إلى تقسيمه وكل دولة لها حصة. هذه طبعا الرسالة ضمن الرسالة الواردة. احنا نعتذر عن قراءة ما تبقى ونشكر جميع المشاركين الكرام في حلقتنا لهذا الأسبوع من منبر الرافدين. نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة، إلى اللقاء.